بعته عشان افتح دار ايتام. دار الايتام بتكسب اكتر بكتير من الفندق. الفندق بيجيب فلوس، بس الفلوس بتروح وتيجي، انما دار الايتام مكسبها اكبر بكتير جدا من الفندق. دار الايتام بتجيب جبال، جبال من الذهب ما بتنقص. اليتيم ربنا بيرعاه. هي صحيح دار الايتام ما بتجيبش فلوس، اليتيم ما بيدفعش حاجه، بس ربنا هو اللي بيدفع فاتورته، فاتورته كامله وبزياده. حبيبتي انا مش عارف اقول لك ايه، عارفة اليتيم مش يتيم الأب، مش اللي خسر أبوه يعني، لأ، اليتيم هو اللي بيتعمد يخسر أبوه، بيتعمد يفقده. بس إن شاء الله ربنا هيجازينا على كل ده، إن شاء الله الجنة هتبقى مستنيانا. بس يا رب يا رب ربنا يتقبل مني. يا ويله يا ويله اللي بيتعمد يخسر أبوه ويدخل في عداوة مع ربنا. يا ويله يا ويله. شكرا يا عبد الله. احسنت يا عبد الله، ادينا وشك بقى. انت مالك خايف مننا؟ احسنت يا عبد الله. اقعد والله اخرج. لا هو غالبا هتخرج. ماشي، هي غالبا هتخرج، بس كل التوفيق ليك. حاولت اجتهدت، وان شاء الله الاساتذه هيقولوا لك الملاحظات بعد اكتمال البقيه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك يا عبد الله. استاذ الولد. بس بيسو همدي عليك قدام الناس وابقى شغال. بقول الولد ولا الولد؟ يلا الولد. ما ينفعش اقول حاجه ثانيه. الله يا سلام. ادخل يا موسى. ادخل يا فين. اوز اوز اوز. سو قمر يا عم الفي قمر. والله ما شاء الله. كل التوفيق ليك يا فيه. ابو حميد حبيبنا يا باشا. شكل براحتك بقى وعيش. الفضاء المسرحي عندك تمام بتاعك، تقدر تعمل اللي انت عايزه.